ينضم معنا عبر الهاتف من اسطنبول عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري الدكتور صلاح الدين الحموي. دكتور صلاح، بداية مرحبا بك. يعني مع استمرار قصف النظام وحليف روسي الغوطة، ما السيناريوهات المتوقعة مستقبلا؟ تحياتي لك ولجميع المشاهدين والسامعين، حياكم الله. أهلا بك. الحقيقة ما يحصل في الغوطة هي جريمة وعار على جبين الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل من له صلة بالقرارات الدولية وبالمواقف الدولية. ما يحصل هو حرق بكل ما تعني الكلمة للمدنيين قبل العسكريين. والحقيقة حتى يضغطوا على العسكريين وعلى الفصائل يتم قصف المستشفيات، يتم قصف مراكز الغذائية، يتم قصف المدنيين قبل العسكريين. وبالتالي هذه المسألة ابتداء وانتهاء هي شر أريد بهذه المنطقة، وهي مؤامرة وربما صفقات حصلت بين الدول لحرق هذه المنطقة بعد تحررها لأكثر من 5 سنوات وهي محاصرة، والآن تباد على مرأى ومسمع العالم أجمع. هناك أرقام مهولة تتحدث عن النازحين من الغوطة الشرقية، أيضا هناك مخاوف من إحداث تغيير ديموغرافي في المدينة، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ والله الخطة الإيرانية هي في بالأصل يعني في هذه المنطقة وفي مناطق متعددة من دمشق وما حولها، الأصل فيها تهجير السكان ووضع مكان أناس يدينون بالولاء لولاية الفقيه ولإيران بشكل مباشر. أنا معك في هذه النقطة بشكل كامل، ويجب على الدول أن تتدخل لمنع هذا الأمر. أما هو بحقيقته هذا ما تريده إيران، وفي تنازع، يعني وصلنا معلومات في تنازع ما بين الروس وبين الإيرانيين على هذه النقطة، من الذي يريد أن يسيطر وهذه المنطقة هل تكون تبعا للروس أم للإيرانيين، وشيء من التنازع لكن لم يصل إلى مستوى التصادم. لكن في أكثر من جهة وأكثر من ولاء يتوزعون لهجوم على الغوطة من أكثر من جهة. هناك أيضا أنباء أكدها المتحدث باسم هيئة المفاوضات عن رغبة الفصائل في الغوطة بالتفاوض مع الروس، ماذا تهدف المعارضة من ذلك؟ هلا بالأصل يعني في تفاوض مع الروس، لم يتوقف التفاوض مع الروس بشكل عام في القضية السورية، والروس هم محتلون وهم يدمرون البلد، وأمر طبيعي أن يتم الحوار والنقاش مع الروس، لكن الضغط قدر المستطاع، وجود ضامن أمم متحدة أو في تركيا في بعض الأحيان جهات، لأن الروس تعودنا عليهم المراوغة الشديدة، يتكلمون شيء ويفعلون أشياء على الأرض. وحتى هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ذرائع كانت يتكلم بها الروس وغيرهم على أن الفصائل التي هي في الغوطة لا تفاوض، بل حصل تفاوض قبل أشهر وقبل الهجوم هذا، حصل تفاوض مع الروس مباشرة، وحصل تفاوض وتفاهم مع الفصائل على إخراج أعداد قليلة موجودة من جبهة النصرة موجودة، وتم التفاهم على ذلك، وتم تعطيل هذا الأمر من قبل الروس والنظام. روسيا اتهمت أمريكا بالتحضير لضربة عسكرية ضد نظام الأسد، كيف يعني تعلق على هذه الاتهامات الروسية؟ والله أنا أتوقع الموضوع موضوع له علاقة بإسرائيل، خاصة في المنطقة الجنوبية، وبالاتفاق السابق ما حصل في منطقة حوران بالتفاهم ما بين الأمريكيين والروس، والأردن دخلت كوسيط مع الفصائل،
وكانت الخطة الأساسية هي إبعاد الإيرانيين عن هذه المنطقة. وطبعا حصل تنازع ولم تبتعد إيران الابتعاد الكامل عن المنطقة. وقصة إسقاط الطائرة من فترة قصيرة، الطائرة الإسرائيلية وما حصل عليها من ضجة، أعتقد أن هذه الدواعي كلها تدفع الأمريكيين لتحريك إسرائيلي للتوجه إلى إيران لإبعاد عن هذه المنطقة وضرب التواجد الإيراني الشيعي المتمثل بالميليشيات في دمشق وما حولها وقرب الحدود من فلسطين. شكرا لك دكتور. دكتور صلاح الدين الحموي، كنت معنا من اسطنبول، عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري. شكرا لك.